أعطاهما وما زال أهلهما يعيشان ويعيشون على أمل يتضاءل أحيانا ويكبر أحيانا. هما المواطنان إبراهيم والمحمد فيه البركة ومحمد يحيى والختاري المختفيان في الجزائر الشقيقة التي تحتفظ البلاد معها بعلاقات جد وثيقة أملاها الجوار والمصالح المشتركة وتقاطع المصالح وتواشج الروابط. اعتقل هذان المواطنان عام 2011 من طرف السلطات الجزائرية لاتهامهما باعتناق أفكار إرهابية، غير أن ذويهما من ذلك توفيت وما اللي خط عن الموضوع كافيك. ما هو في الموضوع، ما هو الموضوع عندناك كافيك، ما هو في الموضوع. أخبر أنا منك، أنا هو اللي قلت، أنا هو اللي نحدد الموضوع، خارج عن الموضوع كافيك. شوف أنا أكبر منك، هو اللي عمك، هو اللي قلت لك يا رضاك تعد. ما تريد أعطيك الكلام، لا تشتر. هي المعروضة للنقاش اليوم. عمك ما تنقال في البرلمان. الموضوع النقاش اليوم. واللي عمك ما تنقال في البرلمان ولا يقولها رئيس غرفة تشريعية عندها هيبتها. سيد الرئيس، سيد الرئيس، احتراماتنا التامة، الاتفاقية سيد الرئيس، سيد الرئيس، احتراماتنا التامة. الموضوع عن الموضوع، هذا يتعلق بتسليم أشخاص. نو فريمان، ما يتواصل صاحب، احنا ما بدنا نعود. اقبل الميكرو. اقبل الميكرو. انت ما تقدري تحسديني انا نقول عن حد ولا عمي. بس مولانا وفات عاد ولا عمي. غير بعد ماني ناعر عليه ولاش قال منه الكلام.